نلمس من خلال المعلومات الدقيقة التي تميزت بأبعاد الرؤى الواردة في خطاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أثناء الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا المنظور أكد خلال ذلك وبصراحة أن القارة الإفريقية ما زالت تعاني وبشكل كبير من مختلف التداعيات التي تكتنفها مخاطر كثيرة مثل العمليات الإرهابية والهروب الأهلية والنزاعات والصراعات الإقليمية في بعض الدول الإفريقية. أما فيما يتعلق بالإرهاب، يمثل الإرهاب الدولي من أخطر التهديدات للأمن والاستقرار والسلم الدولي على حسب نتائج الدراسات مكتب مكافحة الإرهاب الدولي، مما سمح له بالتوصل إلى وضع عدة تعريفات لكلمة الإرهاب، منها هو الإنكار لحقوق الإنسان وتدميره، كما أنه عبارة عن وسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي. والإرهاب لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميا، وعلى ذلك يقول رئيس الجمهورية أن هذه الظاهرة تستدعي تضافر المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود والنظر في إعادة مراجعة كافة الخطوات السابقة التي بذلت من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب. في حين أن رئيس الجمهورية شدد في خطابه على أن الأزمة الليبية رغم الوقت التي أخذته ما زالت تتصاعد، وعليه أكد أن الوقت قد حان على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية في ليبيا. ولإيجاد حل هذه الأزمة الليبية بين الأطراف المتنازية، رئيس الجمهورية قدم جملة من الاقتراحات بغرض معالجة الأزمة الليبية تبدأ من الأشقاء الليبيين أنفسهم، مضيفا أن عليهم الإدراك هم المعنيين أولا لتحديد مصيرهم. وفي هذا الشأن يقول رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أن تشاد تطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التدخل بقوة من أجل إيجاد أرضية مشتركة تسمح لهم القيام بوضع حلول مستدامة لهذه الأزمة، لأن العنف ليس كوسيلة لإخماد نار الحرب، والتي في نفس الوقت لا يمكن حصر المخاطر التي تنجم منها.